انتهت المهلة التي أعطتها السلطة المحلية بمحافظة أرخبيلس قطرة لإنهاء الفوضى المسلحة التي تقودها مجاميع تابعة للحزام الأمني. وقال محافظ الأرخبيل رمزي محروس إن السلطات الأمنية بمساندة مجتمعية ستتعامل بحزم مع عناصر التخريب. كانت السلطة المحلية بسقطرى قد منحت الأربعاء الماضي العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي مهلة لرفع اعتصامهم المسلح. وكتب المحافظ محروس مذكرة للرئيس هادي اتهم فيها العناصر التابعة للإمارات بقطع الشوارع المؤدية لمقري المحافظة والبنك المركزي في مدينة حديبو، وطالب في الوقت ذاته التحالف بإنهاء المظاهر المسلحة. تهدف التظاهرة المسلحة وفق تصريحة المحافظ إلى تعطيل مؤسسات الدولة بسقطرى في ظل اتهامات حكومية لأبو ظبي بإرسال مجموعة ممن يحملون الجنسيات الإماراتية إلى الأرخبيل في مهمة نشر الفوضى والتحريض ضد الدولة بسبب رفض السلطات إنزال شحنة مجهولة في ميناء سقطرى أتت على متن سفينة إماراتية ومنع طائرات إماراتية من إنزال ركاب أتوا بدون فيز رسمية. لا يعلم تحديداً نتائج الصراع بين السلطة المحلية بسقطرى وبين مسلحي الحزام الأمني، والتي تعد في حقيقتها جزءاً من العلاقة المتأزمة بين اليمن والإمارات، ويرجع البعض تصعيد الإمارات في جزيرة سقطرى إلى محاولتها تعويض خسارتها في عدن التي انسحبت منها وسلمتها للقوات السعودية. ومع أن مراقبين يشككون في هذا الانسحاب، إلا أن أبو ظبي تتخوف من ذهاب الأرخبيل من يدها، خصوصاً وأن الجزيرة تحتل موقعاً استراتيجياً عالمياً حيث تقع عند ملتقى البحر العربي مع المحيط الهندي، وهذا يفسر الإصرار الإماراتي في السيطرة على الجزيرة رغم الرفض الشعبي والرسمي ضدها.